بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا لدي موتور بولو 6 و5 يمشي، هذا ما يسموه 4 كم 1. باش نعطيكم عليها شوية بسط على المعلومات على الكابترات نتاعه وعلى الحاجات نتاعه الموجودة فيه. نبدأ من هنا، هذه عندنا اللي هو سوند لامدا اللي هي حساس الشكمان. هذه من داخل عندك الشمعات، الشمعات جايين لداخل، هذا ممكن البوبينات، البوبينات مش راكبين تو، عندك 3 شمعات راكبين هنا. عندنا هذايا فلتر الزيت، عندنا هذايا مولد الكهرباء اللي هو يعبي البطارية، عندنا هذايا كاتاليزار اللي هو فلتر البيئة، عندنا هذايا علبة السرعة، عندنا هذايا الديمرار اللي هو ستارتر أو الموتورينو شغل المحرك، هذه علبة السرعة كل هذه الغيارات نتاعها 5 غيارات، 5 غيارات هذه، عندنا من هنا بلف الحرارة اللي هو حساس الحرارة، عندنا هنا هذه الترموستات. تعال.